بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، نحييكم ونجدد اللقاء من جديد مع انطلاقة شوطنا الثالث من ضمن هذه الانطلاقات لأبكار اللقاء المحليات الأصائل، ومسافتنا 5 كيلومتر. جازت هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من تأتي مع صدارة المقدمة سمحة لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، من يقدم سمحة، ولكن من تغير مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة تأتي مع هذا الانطلاق والمسار. إبداع لسالم بن سيف بن سويدان بن حضيرة ملك تبي. المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، حلوة عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، من تأتي مع الصدارة. ثالث المراكز وصول مشاهدينا الكرام من ملوح حمد بن محمد بن سطيون الدرعي مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز مشاهدينا الكرام قدوم في هذه اللحظات مع رابع المراكز تتقدم بهذا المسار والانطلاق، ملوح لحمد بن محمد بن سطيون الدرعي. غيرت مباشرة، انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وراء الوصول والقدوم في هذه اللحظات من سلهودة محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. سابع المراكز من تتقدم، غلا مبارك بن سعيد بن سعد بن سعيد بن ضحي العامري، من يقدم لنا سلهودة مع المركز السابع. النقلة مباشرة مع المركز الثامن وراء الوصول من غدير لسعيد بن محمد بالكيلة العامري. وفي تاسع المراكز مشاهدينا الكرام الحذرة تعود الملكية للحذرة لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي. يا سلام، الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق، الطموح الفوز والناموس وصول في هذه اللحظات من مياس صالح بن جابر بن صالح العامري. هكذا النداء اكتمل. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع صدارة حلوة حلوة يا حلوة مع مقدمة الشوط، ما زال يعلن حضوره وينطلق مع الصدارة. عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي في مقدمة الشوط ومع المركز الأول، ويقدم لنا حلوة في هذا المحفل في هذه البطولة. المركز الثاني تليها مباشرة في ثاني المراكز تتقدم ملوح حمد بن محمد بن سطيون الدرعي القادم، أحلى وصول وقدوم من سلهود محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي مع ثالث المراكز. وفي رابع المراكز يا سلام من تصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات تتقدم بهذا المسار وبهذا الانطلاق، غلا المبارك بن سعد بن سعيد بن ضحي العامري. يا سلام، وصلوا القادمون، أرى القدوم هنا من غدير سعيد بن محمد بالكيله العامري، ومن الجانب الآخر من تتقدم وتنطلق هنا مياس صالح بن جابر بن صالح العامري. والقادمة في هذه اللحظات اللي هي الشاذلية تعود الملكية لسعود بن ناصر بن مبارك بن حمود آل شافي، هنا من يقدم لنا الشاذلية مع المركز السابع. المركز الثامن تصل مشاهدينا الكرام وتتقدم اللي هي انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، انضمت مع المركز الثامن. المركز التاسع وصول في هذه اللحظات وقدوم مشاهدينا الكرام، يا سلام، مع هذا الزحف الهجوم من الخلف رقم مشاهدينا الكرام يتقدم ورقم يغير من الأبكار. يا سلام، وصول في هذه اللحظات من تقدمت وانطلقت بهذا المسار اللي هي في هذه اللحظات غدير سعيد بن محمد بالكيلة العامري، ومن الجانب الآخر الشاهنية عامر بن سعد بن محمد آلف هيده المري. نعود مع حلوة، حلوة مع مقدمة الشوط، حلوة مع المركز الأول. المقدمة والانطلاق والصدارة مع المقدمة، حلوة مع مقدمة الشوط، حلوة مع المركز الأول عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي. وفي ثاني المراكز سمحة محمد بن أحمد بن حسن العامري مع ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز يا سلام، أرى القدوم في هذه اللحظات من غيرت مباشرة وانتقلت انتقالة ممتازة بهذا المسار والانطلاق، تتقدم اللي هي بن صوغان أحمد بخل بن براك المزروع. يا سلام، نعود
تدمع من غيرة الأمور. نعود مع الصدارة. بنت صوغان استلمت القيادة، استلمت المركز الأول. انطلق هنا أحمد بن خلف بن براك المزروعي، ومن الجانب الآخر من تصل مشاهدين الكرام في هذه اللحظات شهنية محمد بن سالم بن قرش الغفولي. يا سلام، قادمة في هذه اللحظات ما يبنالها طاري إلا في هذا الموقف. المركز الرابع وصول وقدوم من انتصار سعيد بن مطر بن محمد. الرميث الكل باحث عن الانتصار، الكل باحث عن الفوز. وصول وقدوم في هذه اللحظات غدير سعيد بن محمد بالكيله العامري، ومن الجانب الاخر من تتقدم وتنطلق مشاهدينا الكرام جميله سالم بن سعيد بن سيف بن علي الكتبي. نعود مع البدايه، نعود مع الصداره والعوده احمد مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. من تسيطر في المقدمه سمحه، سمحه مع المقدمه، سمحه مع المركز الاول، وسمح الله دروبك يا مالك سمحه. محمد بن احمد بن حسن العامري هو مع مقدمه الشوط. المركز الثاني غدير سعيد بن محمد بالكيله العامري، ولكن وصل الرميثي يتقدم هنا. ينطلق سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من يقدم انتصار باحث عن الانتصار. نعود مع البدايه، الاقرب للفوز، الاقرب للانتصار، ما زالت مسيطره مع البدايه سلام والمقدمه سمحه. ولكن هنا من شنه الغاره غيرت من سمعت الزقره، انطلقت الى ناموس هذا الشوط، الى الفوز والانتصار. غدير، غدير ويقدم غدير سعيد بن محمد بالكيله العامري، غادر بالفوز، غادر بالانتصار بناموس هذا الشوط. 300 متر اخيره عن السياره وعن الناموس والفوز والانتصار. ما شاء الله وتبارك الله، سعيد بن محمد بالكيله العامري من قدم لنا غدير، وهي من تنال شرف ناموس هذا الشوط. تهدي الفوز والانتصار مالك سعيد بن محمد بالكيله العامري. واسعد الله مساكم يا اهالي الطويه على هذا الفوز والانتصار والابداع. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بالكيله العامري المركز الثاني. من وصلت انتصار سعيد بن مطر بن محمد ارميت المركز الثالث بن صوغان احمد بخلي بن براك المزروعي. رابع المراكز الحذره صار بخلي بن ضيب الشامسي، والمركز الخامس الواعي مبارك بن خليل بن زاهر الخيلي. هكذا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام، والتهنئه والناموس على هذا الفوز والانتصار. نذهب مباشره الى التوقيت الزمني والى الاعاده اثناء وصول غدير الى خط النهايه. معلنه الفوز والناموس مهدي سعيد بن محمد بالكيله العامري. هذا الفوز والانتصار، ومسافتنا هي الخمسة كيلومتر، وفي انتظار التوقيت الزمني والإعادة من المخرج العزيز أسامة الهواري. شكرا من وفينا بالتوقيت الزمني في كل شوط، والملخص والإعادة البطيئة مع الأمتار الأخيرة لكي نتابع وإياكم بالتوقيت الزمني لغدير. هيا أمامكم غدير أثناء وصولها إلى خط النهاية، قاطعت المسافة الخمسة كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 35 ثانية، 36 ثانية، 7 من الأجزاء. تهانينا وناموس لمالك غدير سعيد بن محمد بالكيلة العامري. أما المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي 7 دقائق 39 ثانية، 7 من الأجزاء. تهانينا وناموس لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. أما المركز الثالث بالفعل بن صوغان أحمد بن خلف بن براك المزروعي، وقطعت المسافة الخمسة كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 40 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا